مرحبا بكم في درس جديد من كتاب النشاط للصف الرابع الابتدائي English for Iraq 4th Primary Activity Book. عندنا Unit 2 Lesson 2 الوحدة الثانية الدرس الثاني Page 22 and Page 23. عندنا هاي المحاورة اللي كانت بين عادل وسام، مثل ما تذكرون أخذناها بكتاب الطالب. هنا عندنا بهاي المحاورة كلمات مفقودة، المطلوب من عندنا نعرف هاي الكلمات ونقدر نستعين بكتاب الطالب، لكن الأول نحلها وبعدين نشيكها بالكتاب. عندنا read and write، اقرأ واكتب. Hi Sam. My is عادل، هو شنو العادل؟ اسمه. My name is عادل. Hello عادل. Where are you؟ من وين أنت؟ Where are you from؟ Where are you from؟ السؤال يكون Where are you from؟ I'm from Iraq. I live in. وين يعيش عادل بالعراق؟ وين؟ In Baghdad. In Baghdad. What about you؟ ماذا عنك؟ I'm from. هو من وين سام؟ From England. I live in London. أعيش بلندن. هسه نقدر نشيك الكتاب ونشوف الإجابات مالتنا صحيحة أو خاطئة. عندنا التمرين اللي بعده write about yourself، اكتب عن نفسك. What's your name؟ هسه انت راح تكتب عن نفسك، تحدث عن نفسك. السؤال يقول لك What's your name؟ ما هو اسمك؟ شلون تجاوب؟ قل له My name's، تذكر اسمك. My name's، هسه انا راح اجاوب My name's عمر. Where are you from؟ من وين انت؟ I'm from Iraq. Where do you live? I live in Baghdad. عايش في بغداد. What language do you speak? Language، اللغة اللي تحدثها أنت. مثل قل له I speak Arabic، أو بس تقول له Arabic، العربية. أيضا هذا تمرين كلش مهم، يدربك على اللي أخذناها بالدروس السابقة وطريقة الإجابة عنها. مهم كلش تعرف شلون تسأل وشلون تجاوب، لهذا ركز عليها وتدرب بينك وبين نفسك على هذه الأسئلة، لأن كلش مهم. ممكن تجيك بالشفهي، ممكن تجيك بالامتحان النهائي وبالامتحان الشهري، فلا تهملها. عندنا page 23 صفحة 23 عندنا information file، يعني فايل معلومات عن دولة جديدة اللي هي جوردن. جوردن اللي هي الأردن. جوردن أردن. المعلومات اللي عندنا على الأردن، شنو هي العاصمة مالتها، اللغة اللي تحدثوها، شلون الطقس مالها. ان هنا جوردن كابيتال سيتي، العاصمة مالتها شنو هي؟ عمان اللي هي عمان. اللانجوج اللي تحدثوها بالأردن in Jordan تحدثون speak Arabic، تحدثون عربية. الweather، what's weather like in Amman؟ It is mild and dry، يكون عندهم الجو معتدل وجاف. mild معتدل and dry جاف. هذا بما يخص عمان. عندنا اللي بعده محاورة يسأل عن الأردن، يسألها عن الأردن. Look and answer or look and write the answer، انظر واكتب الإجابة. What is the capital of Jordan؟ شنو الكابيتال of Jordan؟ عمان. It is Amman. What language do they speak؟ اللغة اللي تحدثوها. What language do they speak؟ They speak Arabic. What's the weather like؟ الطقس شلون هناك؟ It's mild and dry. خلينا نسمع التسجيل الصوتي حتى نشيك الإجابات مالتنا. Track 33.
Listen and check your answers. Listen and check your answers. What's the capital of Jordan? Capital of Jordan. It's Amman. It's Amman. What language do they speak? They speak Arabic. What's the weather like? It's mild and dry. نعم مثل ما شفتوا طبعا هذا الموضوع سهل وحلو فتدربوا عليه. هذا ما يخص موضوعنا لهذا اليوم اللي هو الوحدة الثانية الدرس الثاني صفحة 22 وصفحة 23. نلتقيكم في درس آخر وإلى اللقاء. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم جديد فيديوهاتنا.